محتاج القصة الخيالية بتاعت الورك لايف بالانس دي محتاج يلاقي لها حل. انا صحيت الصبح من النوم، نزلت العربيه كالعاده عشان اسوقها، بعمل كده لقيت مقبض الفتيس بتاعي اتكسر. اتضايقت جدا عشان انا متاكد ان انا مش هلاقي نفس الشكل اللي انا عايزه ده، بس دخلت على الانترنت دورت لقيت حد سايب لي الحل، فايل عملت له داونلود وعملت له 3D printing، بقى عندي نفس المقبض اللي انا محتاجه بالظبط. الانسان من ساعه ما اتخلق وهو بيشتغل وبيصنع حاجات بايده، في البداية كان عشان خاطر البقاء وعشان خاطر يعدي في حياته اليومية، عشان يعرف يصطاد أكله أو عشان يعرف يتعايش. في أوقات تانية في مجتمعات تانية كان عشان يزود وسائل الترفيه بتاعته، بس المؤكد إن كل الناس وكل المجتمعات دلوقتي عارفة إن المجتمعات اللي بتصنع وبتنتج هي اللي معاها القوة الأكبر وهي اللي بتسيب بصمة في العالم. إحنا قصتنا بدأت في 2012 لما دينا وهشام ومحمود بدأوا فاب لاب مصر، انضم لهم فريق عمل من ضمنهم انا. كان هدفنا ان احنا ننشر ثقافه اللي احنا بنسميه التصنيع الشخصي والرقمي، عن طريق توفير ادوات من اول شاكوش ومنشار وبنسه وحاجات بسيطه لحد مكن تكنولوجي وايز يعني متقدم زي ليزر كاتر، 3D برينتر، CNC. بنوفر كل ده في مكان واحد في بيئة مناسبة بمهارات الناس محتاجة تتعلمها بأسعار أفوردبل، عشان أي حد يقدر يحول فكرته لمنتج أو لمشروع أيا كان سنه أو خلفيته العلمية. الموضوع بدأ يكبر معانا من 2012 لحد ما وصلنا 2016 لما بدأنا صنعة تك، وهي بقت هي المظلة الكبيرة اللي بتضم فاب لاب ومبادرات تانية بتخدم على نفس الهدف، مش في مصر بس، لا كمان في المنطقة اللي حوالينا المينا ريجن. أنا حابب أتكلم عن التصنيع الشخصي أو أذكر أمثلة عشان الموضوع يبان أكتر. مثال غير الفتيس اللي أنا ذكرته، لو حد مثلا عنده تحدي إعاقة وعنده مشكلة في إيده أطرافه مش بتتحرك، ومحتاج مثلا عشان يعرف ياكل بنفسه فمحتاج معلقة تكون ديزاين بتاعها مختلف عن الطبيعي، فممكن بديزاين يحصل على الكمبيوتر وباستخدام 3D printer مثلا يقدر يعمل معلقة تكون بتمسك في جزء من مفاصله اللي شغالة بدل المفاصل اللي مش شغالة، ويقدر يعمل ده بنفسه بعد كده. مثال تاني، ستارتابس كتير بتقابل مشكلة ان هم عشان ينزلوا بمنتج السوق مضطروا ان هو يعمل من المنتج ده كميات كتيرة جدا، ده فلوس ووقت، واوقات كتير الموضوع بيقف بسبب كده. دلوقتي ما بقاش محتاج يعمل كده، دلوقتي انت بسهوله جدا في خلال ايام او في اسابيع يقدر يبقى معاك المنتج بتاعك او النموذج الاولي بتاعك باي عدد انت محتاجه وباسعار منطقيه جدا باستخدام مكن التصنيع الرقمي. مش بس افراد وستارت ابس، لا احنا ممكن نتكلم على مستوى اكبر من كده زي المصانع. ممكن مصنع ما يلاقيش او يلاقي عنده مشكله في قطعه على خط انتاج ومحتاج يصنعها برضو بنفس الشكل ده او يعدل عليها، وهو مضطر يتعامل مع سبلاير واحد او اتنين بره مصر عشان يجيبوا له الحاجه دي باعداد برضو معينه بفلوس كتير وهكذا. احنا برضو نقدر نوفر للمصانع دي نفس الحلول بنفس الطريقه في وقت قليل جدا، وبقى الحل موجود عنده كمان في مصر. احنا على مدار رحلتنا من 2012 لحد دلوقتي احنا اتعاملنا مع مئات المؤسسات عشان نوفر اماكن شبه الفاب لاب حوالين مصر عشان الناس كلها يبقى عندها فرص متساوية ان هي تبدع. دربنا الاف الاشخاص على استخدام الادوات واستخدام المكن عشان يقدروا يعملوا ده. وصلنا دلوقتي ان احنا بقى عندنا في مصر اكتر من 35 فاب لاب او ميكر سبيس حوالين مصر كلها، وعدد مستفيدينا وصل تقريبا لاكتر من 20,000 مستفيد في السنة. تحدي كبير جدا، الستريس، التشالنج على طول، انت حاسس انك انت عمره ما يومك النهارده هيبقى شبه بكره ولا شبه امبارح. هنعمل اكبر فاب لاب في العالم، ويبقى هدفه ان هو يشتغل على الناس اللي ما عندهاش فرص ان هي تاكسس اماكن زي دي. الساعه
السنة اللي فاتت. احنا عندنا انجاز سنوي انا بحبه شخصيا، هو ايفنت ميكر فير كايرو. الايفنت ده بيحضره 10,000 حد مهتم باللي احنا بنعمله، فده بتبقى اكبر حاجة بنعملها واكتر لحظة مقربة لقلبي. زست محتاج القصة الخيالية بتاعت الورك لايف بالانس دي، محتاج يلاقي لها حل. محتاج يفشل بسرعة لما تجيله فكرة يعملها، ايا كانت تنجح او تفشل، لان ده بيسرع الدنيا. واحنا ما خدناش انفستمنت، وانا على طول برشح للناس ان هم ما ياخدوش انفستمنت بدري، عشان ده ساعات بيبوظ القصة خالص.